حنان الأم وبصراحة ده حاجة تغم عملوا لك ايه يا دفعة وجابونا 4 3 قالوا اعتبر ابوك مات ما تسألش على اللي جاي ولا اللي فات هيبقى ايه عملوا لك ايه يا دفعة وجابونا سرية والمكانة بتبز فيا ومقدم واجب جنبية بيقول توصيلي بيه عملوا لك جابونا كتيبة والحركة عندهم عيبة لو حدد لك فتحة وليه ممكن هيبة تفيدك شيبة عملوا لك ايه ليش يا دفعة وجابونا طول بتميز وبصراحة حاجة بغيز كل واحد ماسك سيرفيز عمال يمسح بيه بيبي عملوا لك ايه ليش يا دفعة دفاسنا بدل التجريفة جلعونا بدل التشريفة وقال اعتبرها وظيفة المير اللي انت فيه عملوا لك ايه في الدش يا دفعة واللي بتكبرونا ليه بتزحفونا ليه ولا عشان عسكري غلبان بتشيلوا بتحطوا فيه عملوا لك ايه في الدش يا دفعة علشان ظابط في نجمتين بتكبرنا وشلنا الطين قالوا قولوا فلاحين وهو جاي جاي فيه عملوا لك ايه في الدش يا دفعة يوم المنحة خيروا من قلب الفرحة بتاع تاكير الشؤون والله طلع مجنون عملوا لك ايه في الدش يا دفعة وجابونا 2 نزلونا 2 علمونا برمش العين في الدش يا دفعة عملوا لك ايه في الدش يا دفعة وجابونا 3 طلعونا 3 وعلمونا شغل الشحاتة في الدش يا دفعة عملوا لك ايه في الجيش يا دفعة طلعونا 4 انزلونا 4 لبسنا بدلة مرقعة في الجيش يا دفعة عملوا لك ايه في الجيش يا دفعة يا مهلا فيا يا مهلا فيا يا ورز على شعري يا يا مهلا بيا يا